وبعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أكد الزعماء السياسيون وزعماء الأحزاب والنقابات التونسية على استمرارية المسار الانتخابي والدولة التونسية ومؤسساتها. أن تونس تزخر بالرجال. رجل رحل إلى مثواه الأخير تاركا أرثا سياسيا كبيرا لشعبه وبصمات لن ينساها التاريخ، بل ستبقى خالدة يسير على خطاها القادة السياسيون في تونس. مشهد التطورات السياسية وما يدور من أجواء بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أكدت على لسان خلفه الرئيس المؤقت محمد الناصر على أهمية استمرارية المسار الانتخابي والدولة التونسية ومؤسساتها. ووصفت الرئاسة التونسية في نعيها الرئيس الراحل بأحد أعظم رجالات تونس، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مرابطا من أجلها. وفاة السبسي تتزامن مع فترة مقبلة فيها تونس على انتخابات رئاسية وتشريعية، حيث أعلنت الهيئة العليا للانتخابات عن تقديم موعدها إلى يوم 15 من سبتمبر المقبل. وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اجتماعا بحضور نحو 70 من كوادره لبحث ملفات التنمية الشاملة والحرب على الفساد في البلاد. الاستقرار السياسي الذي شكله الرئيس الراحل عد ضمانة رئيسية للانتقال السياسي في مرحلة ما بعد 2011، كما مثل عنصر توازن بين مختلف الفرقاء السياسيين وواجهة جلبت التقدير والدعم لتجربة الانتقال الديمقراطي. ولا ننسى مستوى الوعي السياسي الكبير الذي أشاد به معظم قادة الدول العظمى، خصوصا في عملية نقل السلطات سلميا بعد ساعات من وفاة السبسي، إذ تبين نجاح تونس في بناء مؤسسات وقانون الدولة.